قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. ضياء عبد الخالق. ضياء عبد الخالق الفنان اللي اشتهر بأدوار الشر، وبرغم كده إلا إن صورته بتستخدم ككوميكس كوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي، ده غير إنه بيحمل شخصية رومانسية جدا، وهنعرف السبب ده من خلال حلقة النهاردة. كان ليه تصريح غريب عن الفنانين، ده كمان هنتكلم عنه، وعن معلومات كتيرة وتفاصيل تخص الفنان ضياء عبد الخالق، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. ضياء عبد الخالق حسن محمد سليم، ده اسمه بالكامل، من مواليد القاهرة في 13 يونيو سنة 1965. الأول درس في كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية، وفي معلومات بتقول إنه درس في كلية التربية بس برضو نفس القسم اللغة الإنجليزية. بعد ما اتخرج دخل المعهد العالي للفنون المسرحية، ووجهته اتغيرت من التدريس للفن، وده لما اتعلق بالتمثيل من خلال فريق المسرح بالكلية. وقتها اكتشف ان عنده موهبة التمثيل، وبعد ما اتخرج من المعهد بدأ مشواره الفعلي في التمثيل. ظهر في سهرات تلفزيونية اللي كان بينتجها التلفزيون المصري، وبدأ بالظهور في اول التسعينات، كان دور صغير في فيلم 85 جنايات، بالتحديد في دور وكيل النيابة، ده الظهور الرسمي ليه، واللي كان بدأ يحترف التمثيل. بعدها ظهر في فيلم الإرهابي في دور الشاب بتاع المخدرات، واللي بيقابل الفنان عادل إمام في المترو. قدم الفنان الشرير فنيا والرومانسي شخصيا مجموعة متنوعة من الشخصيات، قبل ما يتخصص في أدوار الشر بعد كده، ويبقى محتكر لأدوار الشر لسنوات كتير. من الشخصيات اللي لعبها بعيد عن أدوار الشر كانت الضابط وسواق التاكسي والدكتور. كتير مننا طبعا تابع فيلم الكرتون الشهير توي ستوري، وكتير مننا كمان ما يعرفش ان الفنان ضياء عبد الخالق هو اللي قدم صوت الشخصية باز يطير في الجزء الثاني من الفيلم. ملامح وجه الفنان ضياء عبد الخالق الجامدة وراسه اللي من غير شعر المميزة ساعدته انه يقدم ادوار الشر بتألق كبير ومقنع. كمان أعماله الفنية اللي قدمها تعتبر كتيرة جداً، قدم حوالي 100 عمل أو أزيد شوية. ومن الأعمال اللي قدمها الفنان ضياء عبد الخالق خلال مشواره الفني: الفتوة، سلسال الدم، فيلم أمير الظلام، مسلسل الجماعة، فيلم السفاح، فيلم كباريه، مسرحية بادي جارد، فيلم عيش الغراب، فيلم المرأة والسطور. برغم إنتاجه الكتير من الأعمال الفنية، إلا إنه عانى من تجاهل الوسط الفني ليه في فترة من الفترات، وكمان عدم دعوته في المهرجانات الفنية المختلفة اللي بتقام في مصر كل سنة، وده اللي أعلنه بنفسه في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه متفاجئ من اللي بيحصل في الوسط الفني، لأن في وجوه بيشوفها في المهرجانات ملهاش علاقة لا بالفن ولا بالتمثيل، وبتتواجد بشكل أساسي في أي مهرجان لأنه بس يعرف ناس مهمين في الوسط. واختتم كلامه وقال إن الفنان عامل زي عامل اليومية، اللي عنده قدرة على الشغل هيشتغل، واللي هيلاقي فلوس يعيش بيها، واللي ما عندوش بقى هيقعد في البيت وحياته هتروح. شرير السينما المصرية ضياء عبد الخالق الوسط الفني كله وجمهوره اكتشفوا إنه هو رومانسي جداً لما قابل زوجته المخرجة شيماء شعوط، وتعرف عليها وبعد شهر طلب ايديها، ولما وافقت اتجوزوا فورا في مفاجأة كبيرة لكل المتابعين، وحاليا هو عنده بنت منها واسمها كارمن. ودلوقتي عزيزي المشاهد، ايه رأيك في تصريحات الفنان ضياء عبد الخالق حوالين الفن والممثلين؟ انت معاه ولا ضده؟